السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم حلقة جديدة على القناة. طيب النهاردة هنتكلم عن جزء جديد هو الباكيجز. مفهوم الباكيجز، مفهوم أي باكيج، هو اللي احنا هنقوله دلوقتي، هو عبارة عن مجموعة من الفانكشنز. فانكشنز دول بيؤدوا وظيفة معينة، ولكن هتلاقي معظمهم ريليتد ببعض طالما هما موجودين في فانكشن في باكيج واحدة. فخلينا نقول باكيج اهو جواها functions. الفانكشن دول بيأدوا اكشن معين، وظيفة، حاجة معينة، وانت بتستخدم الفانكشنز عشان تتعامل زي ما قلنا الستركشر بتاع الفانكشن ازاي. مثلا ما نقول مثلا لينس دي فانكشن، بس لما تلاقي مكتوب جنب لينس اهي فانكشن، اهي بقى جنبها كلمة بيز. يعني ايه بيز؟ يعني الفانكشن دي مش موجودة في باكج، الفانكشن دي موجودة في الارنز ذات نفسها، يعني مش محتاجة انزل باكج عشان اشتغل عليها. امال الباكجز ايه؟ الباكجز دي هي جاية من سورس بره الار، فمحتاجة انزلها جوه الار عشان اشتغل عليها جوه الار. تاني ادي فانكشن، فانكشن دي فيها بارامترز، لو نفتكر خدنا الكلام ده قبل كده. فكل فانكشن بتؤدي الى اكشن معين. طب لو معايا فانكشن وفانكشن 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 وفانكشن، مجموعه من الفانكشنز، بحطهم في حاجه اسمها باكج. طالما هم ريليتد ببعضهم بيتحطوا في باكج. طب اتحطوا في باكج، الباكج دي موجوده جوه الار؟ لا، الباكج دي موجوده بره الار. طب الفانكشنز اللي موجوده جوه الار دي الفانكشنز بتاعت الار ذات نفسها، البيز، القاعده بتاعت الار. عشان كده لما جينا نشوف لينس تلاقيها مكتوب كلمه بيز اهو. طيب خليني اوريكو اكزامبل تاني، حاجه مش موجوده جوه الار، حاجه اسمها جي بلوت. هتلاقي مش مكتوب هنا بيز، دي باكج انا منزلها وهنزلها مع بعض دلوقتي. مكتوب ايه؟ جي بلوت 2، ده اسم الباكج. يبقى الباكج بيبقى ليها اسم وبيبقى جواها مجموعه من الفانكشنز، والفانكشنز بتؤدي وظيفه معينه او مجموعه من الوظائف على حسب الفانكشن بتعمل ايه. مفهوم؟ طيب احنا محتاجين الفانكشنز ليه، او محتاجين الباكجز ليه؟ عشان الفانكشنز اللي في الار ممكن تعمل كل حاجه، البيز بتاع الار ممكن يعمل كل حاجه، ولكن الفانكشنز دي بتسهل علينا الشغل بتاعنا. فتلاقيها مجمعه اكتر من 20، مثلا نفترض مثلا 20 لاين، ادي لاين وادي لاين 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 لاين، نفترض ان دي لاينات من الاكواد. انت لو لخصت اللاينات دي كلها في فانكشن واحده هتكتب لاين واحد بس، زي لينس دي مثلا. لينس دي عباره عن ايه يعني؟ لينس دي عباره عن مجموعه من الاكواد بتحسب اللينس بتاع يبقى الفانكشن. يعني خليني اوريكم فانكشن معينه، ولا افترض مثلا اجيب لكم كود في فانكشن. اهو مثلا يعني ده كده عباره عن كود في مجموعه من الفانكشن كتبتهم في فانكشن واحد، عشان كده اسمها فانكشن اهي. في الجزء الرابع هنتعلم ازاي نعمل الحاجات دي وازاي نعمل احنا بنفسنا فانكشن، بس الكلام ده مش عليه دلوقتي. فانا بدل ما اقعد اكتب كل ده كل مره، فانا باخد الفانكشن دي اهي وبكتبها هنا وخلاص، خلصت في كود. بدل ما اكتب خمس اكواد، في فانكشن بتتكتب في 100 كود 100 لاين، في فانكشن بتكتب في 200، فانا ليه اقعد اكتب كل دون؟ طب ما تيجي الفانكشن جاهزه تعمل لي الاكشن دون وتتكتب في لاين واحد بس. هي دي الهدف من الفانكشنز اللي انا اجيبها من بره الار عشان تعمل لي وظائف جوه الار. فبدل ما اقعد اكتب 200 لاين يعملوا لي حاجات معينه، طيب ماشي، ما في واحد كتب ال 200 لاين دول مره واحده بس وشيرها مع الناس في باكج، عشان كده اسمها باكج، فيها مجموعه من الفانكشن، وراح مديها لنا الناس تشتغل بيها عادي. هو ده الفكره بتاعه الفانكشنز اللي انا بجيبها من الباكجز اللي بشتغل بيها في الار. طيب اتفقنا قبل كده انه الفانكشنز ليها اكتر من سورس، الفانكشن ليها اكتر من سورس،
هما ثلاثة، حاجة اسمها الكران وده تبع الار اهو، ده حاجة اسمها الكران، كران باكجز، هي مش محتاجين فانكشن ولا حاجة. في حاجة اسمها ال الجيت هاب، وفي حاجة اسمها البايو كوندكتور، حاجة اسمها البايو كوندكتور. انا طبعا مش عارف ليه برن الحاجات دي، مش المفروض ترن، بس البايو كوندكتور. يبقى الثلاثة سورسز دول الكرام باكجز والجيت هاب والبايو كوندكتور. خلال العشر سنين اللي فاتوا دول الاشهر ما بينهم الكرام باكجز والبايو كوندكتور، ولكن مؤخرا ابتدى يبقى الاشهر حاليا او الاكثر استخداما هو الجيت هاب. مع كثره الباكجز اصبح ان الاسهل للناس انها بدل ما تحط على البايو كوندكتور وبدل ما تحط على الكران تحط على الجيت هاب، لان الجيت هاب غير خاضع لاي رقابه، غير خاضع، ما بيتمش مراجعه الباكج. الكران بتبعت لهم وبعد كده الباكج بتحط. البايو كوندكتور بيبقى عندهم شويه ريكويرمنتس عشان الباكج تتحط عندهم، فالناس بتريح نفسها من الاخر كده وتقوم ايه حتى الباكجز على الجيت هاب. احنا خلال الكورس مش هنستخدم اي حاجه ليها علاقه بالجيت هاب، فمش هنتعامل معاه دلوقتي خالص، ولكن هنستخدم الكران باكجز والبايو كوندكتور باكجز. طيب يبقى السؤال، تعال نخش على الكران ونشوف ايه الباكجز المتاحه في الكران. يعني لو كتبت سي ار اي ان كران هيطلع لك الصفحه دي، ولو عايز تخش تقرا تفهم ايه الدنيا هنا، ولكن انا هخش هنا على كلمه كران باكجز باي نيم عشان اشوف الباكجز اللي موجوده في الكران. يعني الكران ده فيه كام باكج؟ الكران ده فيه الاف الباكجز. بص كل دي باكجز، والباكجز دي بيبقى فيه ديسكريبشن بتاعها، فتعالوا نمشي واحده مثلا واحده واحده. مثلا حاجه اسمها اي اي سي، ده امينو اسيد سبستيتيوشن افكت انالايزر، يبقى الباكج دي بتعمل ده تمام. اي بي سي تول فور اي بايزن ما اعرفش ايه تمام، كذا، ويكتب لك الديسكريبشن بتاعها. ممكن تاخد نظره على الباكجز كلها هنا، ادي اهو انيمال اكتيفيتي ستاتستكس، انيمال اوكي. في حاجات للبيولوجي مثلا، لما تيجي تكتب سيورات اهي باكج اسمها سيورات، تول فور سنجل سيل جينومكس، سيفر كاستمايز شايني، شايني ده حاجه بتعمل ابس في الار. ايه تاني مثلا؟ نقول مثلا تايدي فيرس، تعمل تايدي تايدي فيرس اهو، تايدي بوت، تايدي فيرس، حاجه تبع تايدي فيرس. الباكجز دي كلها هنستخدمها، هي تايدي فيرس ايزلي انستول اند لود تايدي فيرس، دي بنستخدمها. ممكن تخش هنا وتفهم اكتر عن الباكج بقى. فمثلا مثلا ناخد اكزامبل على السيرات، ادي اهو تخش على السيرات يقول لك السيرات دي بتاعت ايه، اتول كيت فور كواليتي كنترول اناليسيس اكسبلوريشن سيجل سيل ار ان سيكونسنج داتا، سورات aims to enable user identified interpretation or interpret source for heterogeneity from single cell transcriptomics measurement and integrate diverse types of single cell data، وهكذا. يخش لو عايز تعرف اكتر عن الباكج، بيقول لك الفيرجن بتاع الباكج ده مهم جدا، الديبندنس الار لازم تكون بتاعتك 4 اكتر من 4 تمام، published يوم كذا 2/5 المفروض ده ابديت ليها، الاوثرز اللي عاملين الباكج هم، ان يعني دي مش حاجه سهله، يعني ده باكج دي ما يعني اتنشر عليها بيبر، فدي مش حاجه سهله. لو عايز تعمل سيتيشن للباكج اهو بيديك المعلومات بتاعت السيتيشن. حاجات بقى يعني ليها علاقه بالباكج مش هنتطرق اليها. طيب السؤال هنا، انا عايز انزل باكج من الكران ده اعمل ايه؟ الموضوع بسيط جدا، اتفقنا ان الكران ده هو بتاع الار، الاصل بتاع الار، فهتكتب انستول باكجز اهو، انستول باكجز اهو، وتكتب اسم الباكج. انا بالنسبه لي عايزكم تنزلوا باكج اسمها تايدي فيرس، تايدي فيرس، تايدي فيرس،
دي تايديفيرس من اهم الباكجز اللي موجوده في الار. فيرجن بتاعها كذا، بتتطلب ار كذا لو عايز تنزلها. اللي عاملها الاسر بتاعها واحد اسمه هارلي ويكام، ده من اشهر الار ديفلوبرز. لو عايز الدوكيومنتس بتاعتها، لو عايز تعرف اكتر عنها اهو، لو عايز فيجيتينز او محاضرات توتوريالز ممكن تخش هنا اهو. احنا محتاجين بس ننزلها، تمام؟ هي الباكج اهي، لو عايز تعرف اي حاجه عنها ادي انستول باكجز تايديفيرس. كل اللي هتعمله تعمل انستول باكجز تايديفيرس زي ما احنا عملنا كده اهو، شكرا، وتبدا تنزلها. هتدوس هتنزلها ازاي اهو، كل اللي هتعمله هتدوس رن هنا او تدوس هنا وكنترول انتر، هتبدا ترن معاك، هتبدا ترن معاك. طيب في باكج تاني عايزين ننزلها اسمها جي جي بلوت 2. جي جي لازم تبقى بنكتويشن كده. جي جي بلوت 2 برضو هتنزلها وهتنزل معاك بكل سهولة. طيب انا منزلهم، فانا مش هنزلهم تاني، انا نزلتهم قبل كده مش هنزلهم تاني. بعد ما ننزلهم هنعمل ايه؟ بعد ما هننزلهم هنشتغل بيهم، صح كده؟ طيب لما اجي اشتغل باي باكج لازم اعمل لها كولينج. يعني ايه كولينج يا محمد؟ هي مش نزلت؟ اه خلاص نزلت، بس ماذا بعد؟ بعد ما نزلت ايه اللي هيحصل؟ انا عايز اشتغل عليها، انا قفلت الار دلوقتي وفتحته تاني، هي نازله على الار بس مش مستدعاه عشان اشتغل بيها. طب ازاي اعمل لها استدعاء، اعمل لها كولينج عشان اشتغل بيها؟ بقول لايبراري اهو واكتب اسم الباكج. فانا مثلا عايز اشتغل بالتايديفيرس، هكتب تايدي. طبعا انت تعمل كده تايدي مش تايفي، تايدي تايديفيرس، واختار تايديفيرس واعمل كنترول انتر او ادوس رن من فوق. فخلاص لما اشوف دي كده تمام. نفس الكلام بالنسبه للجي جي بلوت لايبراري كده. انا لو عايز كده لو انا عايز استخدم الفانكشنز اللي جوه الجي جي بلوت او اللي جوه تايديفيرس استخدمها، استخدمها خلاص، ما انا عملت لها كولينج. انما لو هي الباكج موجوده ومش عامل لها كولينج مش هتعرف تستخدم الباكج بتاعها، لان هي الفانكشن بتاعتها، لان هي مش حصل لها كولينج. فانا اكتب اهو جي جي بلوت 2 واعمل رن كده، الباكجز بتاعتها تستدعى، يتم استدعاء اهو. تكتب جي جي بلوت 2 نقطتين، عايز تشوف الباكجز بتاعتها بقى. لو كتبت اسم الباكج وجنبها نقطتين كده هيظهر لك الباكجز، هتدوس تاب هنا كده هيظهر لك الباكج الفانكشنز بتاعتها. شوف بقى كام فانكشن، وهتلاقي كل فانكشن مكتوب جنبها اسم الباكج اهو، جي جي بلوت الفا انوتيت. كل دي فانكشنز جوه، كل دي فانكشنز جوه. اوكي اوكي بس كده. كده احنا استخدمنا الكران عشان انستول باكجز من جوه الكران، الباكجز اللي هي موجوده في الكران اللي هو الار بروجكت. الحلقه الجايه هنستخدم نفس الافكار دي في اننا نتعامل مع البيولوجيكال باكجز اللي موجوده على البايو كوندكتور. هنتكلم الاول على البايو كوندكتور، بعد كده هنرجع نعمل انستول من البايو كوندكتور. شكرا، اشوفكم حلقه جديده، وسلام عليكم.